تماشياً مع دعوة قداسة البابا فرانسيس واستجابة للمبادرة التي أطلقها مجلس أساقفة الشرق الأوسط، ترأس غبطة البطريرك بيير باتيسيا باتسبالا بطريرك القدس اللاتين في مدينة الناصرة قداس يوم الصلاة من أجل السلام للشرق وتكريس أيقونة العائلة المقدسة. وشارك في القداس عدد من المطارنة والأباء الكهنة والرهبان والراهبات. وخلال القداس الذي تم فيه مباركة أيقونة العائلة المقدسة، قدم المطران يوسف متى مطران عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك عظة القداس، والتي بين فيها أن رسالة السلام التي حملتها مريم العذراء كانت أول خطوة سلامية بين الله والإنسان، مشيرا إلى أن السلام الحقيقي هو ركن مهم في الشريعة الجديدة، وهو نتيجة المحبة وثمرة العدالة.